لا تنسوا تشتركوا بالقناة، لا تنسوا كل الفيديو، لا تنسوا تحطوا لايك، لايك كثير كثير كبير. وهلا رح نحكي المقادير. 4 كوب ونصف طحين، بيضة واحدة، 1 ملعقة صغيرة سكر، 1 ملعقة خميرة فورية، 20 ملل زيت زيتون، شوية ملح، 2 كوب حليب. وضعنا الطحين في أوعاء، والآن ناصف فضع البيض. هيا يا ناصف. والآن سأضع السكر. والآن سنضع الخميرة. والآن سنضع الزيت. تفضل يا ميسو. الآن الملح. والآن سنضع الحليب. والآن نازل لمدة 10 دقائق. وهيك صارت عجينة بعد ساعة كاملة. وهلا رح أبدأ مد العجينة. وهلا رح أقطعن ل3 قطع. وهلا لحطها بالصينية. وهلا رح نبدأ العجينة. وهيك صار. هلا اجى دور التزيين. رح نحط الكبسة انو نحنا نحبه. وهلا رح نفرد الكبسة. وهلا رح نزين. وآخر شيء ظنة.
تنسوا بالقناة لصالكم كيس بيب. ما تنسوا تحطوا لايك وتعليق. لا تنسوا تنشروا لكل أصحابكم. باي باي. طيبة؟